انا تعرفت عليه على اساس انه في استشارة لحد بيخصني. انا كتبت للشيخ عبد الله رشدي وحل، يعني حصلت الاستشارة دي وتحلت المشكلة، وبقى في تواصل بقى معرفة مع الشيخ عبد الله رشدي بس كده. مجرد كلام بالنسبة له انه ده حرام وما ينفع. فوصلنا لحل انه يبقى فيه عقد، العقد ده مش عشان يحصل فيه اي حاجة، يعني مش عشان يكون فيه زواج كامل. اوكي، صورة العقد ده انا سألته في وقتها ايه طبيعته، قال لي يبقى دبلة او خاتم، اوكي، واثنين شهور وصيغة عقد. انا حتى قلتها له كمان حرفيا، قلت له يا اخي انا مش عايزه منك اي حاجه، بالمقابل انا ما اكونش زوجه حقيقيه في الجواز دي، لانه انا لا هاخد مهر ولا هتبقى صوره الجواز الطبيعي اللي احنا عارفينه في عاداتنا وتقاليدنا، لا ده هيبقى بس صوري، تمام، وبالمقابل انا ما تلمسنيش. كان اعتداء، ما كانش علاقة، ما كانش برضاي أصلاً.